خش فيه جول بالدنيا بتتقلب. بيلعبوا على دي واحنا كنا بنلعب على دي، ان نادي الزمالك ما بيعرفش يعوض قدام النادي الاهلي، العكس النادي الاهلي يعوض. يعني ده لو جه فيه جول يقدر يجيب جول ويتعادل ويكسب. نادي الزمالك عنده مشكله في دي، ان ممكن لما بيجوا في جول في النادي الاهلي ممكن يجيب فيه الثاني والثالث. لعيبه النادي الاهلي بتلعب على دي، بيلعب على ان هو يبدا اجوان على طول ما يجيش فيه جول. ان هو بيركز كويس قوي في الدفاع، يدافع صح قوي عشان ما يجيش فيه جول. ولما بيلعب بيشتغل ازاي يعرف يجيب جول، تمام، وازاي الناس تبقى واقفه صح وهو بيهاجم. طيب مشهد الجماهير في الملعب لما بتنزلوا فتره الاحماء قبل المباراه مثلا لسه بحوالي نص ساعه او ساعه، المشهد ده كنت بتشتغل عليه ازاي؟ قوه الدفع اول ما بتنزل الملعب. طبعا مفيش شك ان كل اللعيبه اللي بتبقى موجوده بتحب تلعب ماتشات القمه، ماتشات القمه ديت، والماتشات اللي هي دي بتبقى مهمه الناس كلها بتتفرج عليها. برضو عكس زمان كان لعيبه الكوره بتاعت الاقاليم كان يحب يلعب ماتش اهلي وزمالك عشان هو اللي هو هيطلع في التلفزيون النهارده بس. كان الدوري كله ما بيتذاعش منه ماتش الاهلي وزمالك بس بالظبط. لكن دلوقتي اللعبه كلها بتبقى كلها معروفه، كله معروض والسوق متاح للكل، السوق متاح للكل. كله معروف. لكن هي المساله دلوقتي انا بلعب ايه، انا في لعيب بيشبع من البطولات، وفي لعيب يفضل يلعب بيبقى عاوز كل يوم ياخد بطوله، كل يوم بطوله. عند مين بقى؟ هي عند نادي الزمالك ولا عند النادي الاهلي ولا عند المصري ولا الاسماعيلي ولا مين؟ هي رقم واحد عند النادي الاهلي. تمام. النادي الاهلي عاوز يلعب، لو بيلعب اي حاجه عاوز ياخد البطوله. هو ده مكسب النادي الاهلي في تاريخه السنين اللي فاتت دي كلها. ان انا بلعب على بطوله، بلعب على رقم واحد، ما بلعبش على رقم اثنين، فهي دي اللي بتخليه ياخد بطولات. طيب فايلر سافر ابو ظبي النهارده بالقائمه بالكامل مع 24 لاعب. رمضان صبحي الحمد لله يمكن ابتدى يشتغل في التدريبات الجماعيه خلال اليومين اللي فاتوا، انضم للقائمه. تشكيله تقدر تقول بنسبه 100% ان شاء الله باذن الله هتكون ما يكونش فيه غيابات. قفشه الحمد لله يعني يمكن تمثل الشفاء وجاهز للتدريبات ودخل مع الفريق الفتره الاخيره. رمضان صبحي نفس الامر الفتره الاخيره. كهربا ابتدى ياخد مساحه ويشارك بمساحه اطول، وايقاع لعبه مع اجاييه مع جيرالدو الايقاع عالي. عندك محطات زي مروان محسن، عندك فرود جديد داخل ينسجم مع الفريق زي اليو باتجي، نص الملعب السوليه ديانج، الدفاع عندك امكانيات متميزه، ربيعه ياسر متولي، الاطراف نفس الموضوع. الكره الشامله بالقايمه اللي قدامك دي كلها بتشتغل عليها ازاي قبل مباراه الزمالك؟ او لو هتفكر في طريقه لعب او طريقه تشكيل ممكن تفكر فيها ازاي؟ هو المدير الفني بيفكر في حاجتين، مين اللي يلعب ماتش الزمالك ده؟ يعني مين اللي جديد النهارده هنا؟ انا محتاج هنا مثلا ناحيه اليمين يبقى موجود مثلا في اليمين الفلاني. طب لو انا ده لو لعب في الحته دي هل هو هيجيد فيها النهارده ولا هل مين الاعب مين في الاثنين؟ هو بيفكر في كده. لكن انت بترجع في الاخر ان النادي الاهلي كله عنده دلوقتي عندك 24 لعيب، ال 24 لعيب بيلعبوا. ال 24 ده حقيقي. ما فيش حد ما لعبش. ده حقيقي. في حد ما لعبش؟ لا انت بتتكلم في تدوير بنسبة 99% يعني. 99 والتدوير ده في حراسة المرمى بس مثلا. والتدوير ده صالحه النتائج. يعني التدوير ده لو في نتائج مش كويسة كان زمان الدنيا كلها مقلوبة على الراجل ده. لأن التدوير ده بيبقى محتاج وقت معين، محتاج لعيبة بتبقى مركزة، محتاج اللعيب اللي بيقعد ما يتقمصش عشان اللي دخل مكانه ويرجع تاني تدور من جديد، ده يخش ده يخرج. بتبقى محتاجه لعيبه فاهمه المدير الفني اللي موجود بيشتغل ازاي. ان انا لما العب النهارده واخرج واحد تاني يخش مكاني، هل انا بقى بزعل ولا هل هستنى لما اجي بعد كده اخد مباراه، فاهمني، اخدها وانا داخل بقى نفس التركيز ونفس الحماس ونفس الجديه، ولا انا واخدها ازاي؟ على ما اظن كده ان الناس اللي موجوده كلها التيم كله حتى بالناس اللي بتخرج من تحت كل الناس دي فاهمه الراجل شغال ازاي. ان التدويره دي كلها هم فاهمين ان ده ممكن يبقى، خلي بالك انت النهارده مش هتاخد الماتش ده، لكن اعمل حسابك ان الماتش الجاي انت هتاخده. فخلاص اللي قاعد بيركز في الماتش اللي جاي، يعني هو موجود في الماتش ده. في عداله كمان، الجزء ده مهم جدا كمان، العداله. وانا بقول لك يا محمد هو اهم حاجه ايه؟ اهم حاجه انا جمال او محمد افهم الراجل ده بيعمل ايه؟ لازم افهمه. ما هو ممكن مثلا في لعيب يقول لك ايه؟ انا لا ما اقعدش النهارده. انا اخرج ليه؟
انا ماليش دعوه بقى بالمباراه، كل مباراه ليها لاعبتها وكل لا انا ماليش دعوه. مثلا هو ممكن يزعل مثلا، مثلا صح كده، لكن انا بتكلم على ايه، انا كمدرب فاهم الراجل ده هو بيعمل ايه. ان النهارده مش موجود النهارده عشان في حاجه معينه فنيه هو هيشتغل عليها. طب انا بقى كجمال ايه دوري الماتش اللي جاي؟ انا هاخده لازم اركز فيه. فلما بركز فيه باجي اخش في المباراه بعد ما انا قعدت المباراه اللي قبليها، فالمقارنه مش موجوده لان مستوايا زي اللي لعب الماتش. لما بخش بقى انا مركز قبليها باربع خمس ايام مركز، فلما باجي العب بعمل ايه؟ بجيده وببقى كويس. لكن لو انا مثلا مقموص وزعلان ومتضايق هتيجي الماتش اللي بعديه هتبقى وحش، فهيضطر يرجع لمين؟ يرجع اللي كان بيلعب قبل كده. مثلا وليد سليمان، اي حد، كهرباء، اي حد موجود. لكن التدويره دي ماشيه في صالح الراجل في حته ايه؟ في حته انك انت بتدور بس بتكسب. تمام. طيب انا معايا تقرير دلوقتي مهم جدا للاستاذ خالد الدرندلي رئيس بعثه فريق النادي الاهلي وامين صندوق مجلس الاداره. هذا اللقاء بالتاكيد كان من خلال قناه ابو ظبي الرياضيه، وفي النهايه أو لازم في كل وقت بالتأكيد نتوجه بالشكر إلى الإعلامي الكبير والإعلامي القدير الأستاذ يعقوب السعدي على التغطية المتميزة وعلى الحيادية في تناول القضايا الرياضية المتعلقة بالكرة المصرية وعلى التقديمة المتميزة للكرة المصرية ولمصر بشكل عام ولمباراة القمة بين الأهلي والزمالك. نتابع في هذا التقرير هذه التغطية واللقاء مع الأستاذ خالد الدرندلي، ثم نعود الحديث مع الكابتن جمال مساعد بعد هذا التقرير. اهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا اللقاء وهذا التقرير، والشكر لكل الشكر والتقدير لقناه ابو ظبي الرياضيه والاستاذ يعقوب السعدي والاعلامي القدير بالتاكيد على هذه التغطيه والتعامل المباشر مع قناه النادي الاهلي في هذا الملف وفي خلال هذه المتابعه الحيه لمباراه القمه بين الاهلي والزمالك. كلام مهم جدا قاله الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق مجلس الاداره ورئيس البعثه في فكره التركيز، الحظر الاعلامي، الامور اللوجستيه المتعلقه ببعثه النادي الاهلي اينما وجدت في اي مكان. ده شيء مهم جدا لازم نذكره، حتى وجود اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي مع البعثه في هذا التوقيت كل واحد عارف دوره في اللحظه دي وازاي الكل بيشتغل على فكره انه يوفر كامل التركيز وكامل الاستعدادات لمباراه القمه. باذن الله كل ده شيء يقلل بالنجاح باذن الله لمباراه القمه بين الاهلي والزمالك. والسؤال بالتاكيد اللي الكل هيطرحه في الساعات اللي جايه عبر وسائل الاعلام المختلفه، وجود رمضان صبحي ضمن البعثه، هل هيكون اساسي؟ هل هيكون على دكه البدلاء؟ انا بقول لكم الكلام ده من قبل السفر حتى بثلاث اربع ايام. المباراه دي فيها مفاجات كتيره جدا وفيها استعداد خاص جدا من رينيه فايلر لمباراه القمه، وباذن الله ان شاء الله باذن الله التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى هيترجم كل ده بشكل واقعي على ارضيه الملعب استاد محمد بن زايد يوم الخميس الساعه 7 ان شاء الله. كابتن جمال، كلام مهم جدا اتقال في هذا التقرير على امور اللوجستيه وفكره التركيز والحظر الاعلامي وازاي اللعيبه تكون متحضره ذهنيا لمباراه القمه، لكن في جزئيه هسالك بقى فيها لان الناس كلها بتسالها دلوقتي، فكرة رمضان صبحي. طبعا الجهاز الفني بيشتغل وعارف هو بيعمل ايه، لكن لو انت بترصد الامر من بعيد، فكرة لاعب مهم زي ده يكون موجود في مباراة زي ديت، اولا نفسيا على المنافس، نفسيا جوه الفرقة لما بيبقى الفرقة كامل الصفوف مفيش حد مفيش غيابات الحمد لله، الامور دي بتنظر لها ازاي بشكل فني؟ هي في حاجتين في بالنسبة لرمضان صبحي. في مدربين بتبقى يعني مثلا منها كابتن مستر منور الجزيري يقول لك ايه مثلا، ايه انا عندي لعيب جامد قوي بقاله فتره ما بيلعبش ماتشات فمشتاق ان هو يلعب احطه. تمام تمام. وفي مدرب تاني يقول لك لا هو جاي من اصابه، لا لسه لازم ياخد ماتشات وديه، لازم ادخله واحده واحده. هنا بقى جرأة المدرب، المدرب هو شايف ايه؟ شايف ان رمضان صبحي في التمرين الفترة اللي فاتت هو يقدر يشتغل ياخد له مثلا تايم ربع ساعة تلت ساعة. أنا بالنسبة لنا يبقى هو خارج بره خالص أحسن. ده من بعيد أنت من غير ما تعرف أي معلومة أو أي حاجة، بس أنت بتنظر لها بمشهد عام. لا أنا لعيب كورة. أنا بقول لك في حاجتين، الأولانية في مدرب يبقى عنده لعيب نجم عاوز يلعب مشتاق إن هو يلعب، ممكن أحطه هنا يبقى واقف على رجليه ويعمل ماتش كويس قوي بدون اي حاجه. وفي مدرب تاني يقول لك لا، طب انا مثلا عندي مثلا في الحته ديت مثلا كهرباء، عندي وليد، عندي كذا واحد ممكن يحط لي، ليه اجازف؟ زياده الخير خيرين. ما زياده الخير خيرين بقى يبقى ايه؟ ما هو هنا انا بقول لك ايه، هنا جرأة المدرب. تمام، رؤيه المدرب. لا ورؤيته. ما انا ممكن مثلا اقول لك حاجه، انا ممكن دلوقتي احط رمضان صبحي ويبقى وحش. ايه اللي هيحصل؟ هتبص لا يا عم ده بقاله شهرين ما بيلعبش، بقاله شهر ما بيلعبش. هي دي بقى الجزئيه اللي بتختلف لفاير عن اي مدرب تاني.
والناس لو لاحظت خلال الاربع شهور اللي اشتغلها فايرال مع الاهلي دايما الناس تقول لك ايه، ما هو اللاعب البديل ده بقاله فتره ما بيلعبش، ازاي لعب بنفس الشكل اللي كان عليه الاساسي، او ازاي النهارده كان اساسي الماتش الجاي بره ال 18؟ هو التحضير الذهني. لا بس دي ده لعيب مش مصابه، يعني اللي بيخش ده مش مصاب، اللي بيخش ده جاهز. لكن ده مصاب، يعني مصاب ودخله في مشكله. بتتكلم على فكره الاستعداد والتجهيز بيبقى ازاي؟ التجهيز. ما انا بقول لك في مدرب بيبقى ممكن يدخل لعيب من اصابه على ماتش على طول. بس طبعا قبلها هو بيشتغل في التمرين ولعب ماتشات وديه. بس الماتشات الرسميه حاجه ودي حاجه، هي جرأة المدرب. المدرب هو عاوز ايه؟ يدخله ويشركه ويلعب، ولا جازف ولا ما جازفش، ولا العب بالناس اللي موجوده عندي. هي كان ماله جازف بيعمل دي. تمام. ان انا بقى ان انا تدورت الملعب، ان انا بجيب واحد بقاله اسبوع او اسبوعين ما بيلعبش واحطه، لا ده ما هو ده بيلعب ماتشات وديه على طول. يعني انت النادي الاهلي بيلعب ماتش ودي ايه السنه دي؟ مفيش ماتش ودي. لا في ماتشات وديه. لا مفيش مباراه وديه. لا ماتشات وديه رسميه، يبقى هتلعب بدون ودي. لا 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 للناس المجموعه الثانيه. لا ما كانش في مباراه وديه، كانش في وقت للودي اساسا ايا كان. بص جاهزين. يعني انت ليه ما بيلعبش ماتشات وديه؟ عشان الناس كلها بتشترك، مفيش توقيت اصلا. مفيش توقيت. لا في مجموعه اللي ما بتلعبش خالص بتعملها ماتشات وديه. لا الضغط المباريات السنه دي والكره المصريه اخر سنتين ثلاثه بقت عكس زمان. يعني النادي الاهلي كنت بتلعبوا مباراه، يعني النادي الاهلي ما لعبش ماتشات وديه؟ زمان كنت بتلعبوا مباراه كل قد ايه؟ كل ما اسبوع، كل اسبوع. دلوقتي انت في الاسبوع ممكن تلعب ثلاث ماتشات ماشي. بس برضه هتبص تلاقي في مجموعه. يعني سامي قمصان في مره لما كنت ماسك ابشواي اللي هو من حوالي شهرين ثلاثه كان هو ده الماتش الوحيد اللي اتلعب معاكم على مدار الاربع شهور. هي دي المباراه. هي بص بتختلف اللعيب المصاب غير اللعيب اللي هو ايه، اللي هو لعب من اسبوعين او من اسبوع وجا عيد ولعبه تاني، غير اللعيب اللي هو بقاله فتره بيتاهل بيعمل علاج طبيعي وبعد كده دخل وبعد كده عاوز ادخله ماتشات. لا دي غير دي خالص. تمام. بدايه المباراه في فكره او في راي فني يقول لك ايه، ابدا بالمجازفه واضغط على المنافس واصدر رساله ان انا جاي عايز اكسب من اول دقيقه، وفي مدرب يقول لك لا استحوذ على الكوره وخلي المنافس اللي قدامك يعمل كل ما في وسعه عشان افقده الناحيه البدنيه وفي الاخر اخلص الماتش في الاخر. الاراء الفنيه في الجهات دي انت بوجهه نظرك ده افضل ولا ده افضل، ولا في النهايه الرؤيه بتبقى ازاي؟ لا هو المدير الفني مدرب الفريق بيبقى ماشي يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك النهارده النادي الزمالك حالته ايه؟ يعني نادي الزمالك حالته ان انا اضغط عليه من المكان ده عنده ثغرات في الديفنس فاضغط من قدام من الاول، ولا العب بالشكل اللي انا بلعب بيه طول السنه اللي هو من ساعه ما مسك لحد الوقت اللي هو بعمل ايه؟ بلعب من نص الملعب وابدا اشوف الدنيا ماشيه ازاي وابدا اشتغل على مواقف اللعب اللي بقت موجوده في الملعب. مظبوط. برضه المدرب هو اللي هيقول، يعني انا مثلا النهارده مثلا انت فرقه وادي دجله، كل مدرب بيلاعب وادي دجله بيعمل ايه؟ هيلعب مثلا بعد ثلاث اربع ايام بيعمل ايه؟ بيقعد اربع ايام ازاي يعمل بريس على الناس دي منين؟ من ال 18. ولا ايه؟ ولا في حاجه ولا تمام إيه؟ صح كده؟ يعني انت كل الفرق بتاع وادي دجله كل المدرب يجي قبل الماتش بتاع انا هلعب وادي دجله الماتش اللي جاي، يقعد يحفظ اللعيبه ان الضغط بريسات في لان دجله بيبدا الهجمه من عند ال 18 من عند 18 وبيعمل باص كتير. ما انا بقول لك هو المدرب ما انا بقول لك انا رؤيتي انا شايف ان وادي دجله بتعمل ايه؟ بتمسك الكره من ال 18. طب انا هعمل ايه؟ اسيبها تشتغل في المكان دوت ولا اروح اقطع؟ لا اروح اقطع من هناك. ده الراجل بيديني هو الراجل ضغط نفسه في ال 18 بتاعه ومصر ومصمم ان هو يشتغل فين؟ تمام في الحته دي. طيب تنويع الجهد طول ال 90 دقيقه ده مهم؟ طبعا. ما هو ده اللي بنفس الايقاع طول الماتش. هو ده اللي بيختلف بين النادي الاهلي والانديه الثانيه، وبتختلف بين اللعيبه الموجوده الخبرات وبين اي لعيبه ثانيه. تمام. يعني اللعيب في الملعب ممكن في لعيبه تفضل تجري سبرنتات على الفاضي، وفي لعيب يقدر امتى يقف وامتى يستريح وامتى الكوره تمشي بسرعه وامتى الكوره تمشي ببطيئه وامتى استريح دلوقتي وامتى اقف دلوقتي وامتى امشي الكوره كتير في الملعب. كل الكلام ده كله لا ده مش اي حد بيعملها. يعني انت مثلا ممكن مثلا ابقى مدرب امسك فرقه ادربها على الكلام ده واجي في الماتش اقول له امسك الكوره دلوقتي، فاكر ان هو ممكن يمسكها؟ لا. دي امكانيات لعيبه، امكانيات لعيب في الملعب هو عارف هو بيعمل ايه. يعني مثلا في لعيبه خبره، يعني ابو تريكه لما كان موجود وبركات وعماد والناس ديت بتبقى بتبص لها الكوره ايه اللي بيحصل؟ بتبص لها الكوره بيهاجم كتير في وقت يقول لك ايه لا اقطع على الكوره انا مش هاجم دلوقتي. بص لها ايه اتدورت بقى اللي تدورت اللي هو اللعيبه اللي هي بيدورها المدرب ده يقعد تدورت اللعيبه جوه الملعب. ان انا بعمل ايه؟ الكوره بتروح للاطراف ترجع نص الملعب ترجع للسرد باكين تروح الجنب الشمال وتبدا تدور وتشتغل هلك للعيبه اللي موجوده وتهميد للعيبه اللي قدامك. فاللي بيعمل الكلام ده مين؟ شغل مدرب. تمام. مع رقم واحد
اللعيبه اللي موجوده هل هتنفذ الكلام ده ولا ما تنفذش الكلام ده؟ طيب في جزئيه مهمه كمان في الحوار واسال فيها الكابتن جمال مساعد، يمكن الاستاذ سهيل العريفي مدير اداره الفعاليات بمجلس ابو ظبي ورئيس اللجنه المنظمه لمباراه السوبر قال ان الاجهزه او المعدات المتعلقه بتطبيق تقنيه الفيديو اسيست ريفري الفي ار وصلت وهتكون موجوده في استاد محمد بن زايد وهتكون جاهزه لاستخدامها في مباراه القمه يوم الخميس القادم ان شاء الله في السوبر. وجود الفار في هذه المباراه شايف مدى تاثيرها ومدى اهميتها على كلا الفريقين؟ حاجه جميله طبعا. يعني انت لو في اخطاء، لو في ضربات جزاء، لو في اي حاجه بتتعاد على طول حساباتها في ساعتها. لا مفيده جدا جدا جدا، لان احنا في حاجات بنمر بيها ان في ضربات جزاء ما بتبقاش ضربات جزاء خالص وما لهاش علاقه بضرب الجزاء وبتتحسب وبتعدي وبتخسر فرقه. لكن هنا مفيش الكلام ده، هنا ضربه الجزاء الصحيحه هتبقى ضربه جزاء صحيحه، والضربه الجزاء اللي غير صحيحه هتتقال ضربه غير صحيحه. تمام. لا تمام. طيب اروح مباشره الى ابو ظبي، معنا على في بث مباشر من ابو ظبي وتحديدا من مقر اقامه فريق النادي الاهلي زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، خدمه خاصه جدا لجماهير النادي الاهلي كي نطمئن على وصول البعثه واخر اخبار الفريق في هذه اللحظات في اول يوم استعدادا لمباراه السوبر. كريم مساء الخير عليك، ازيك؟ مساء الخير عليك زميلي محمد سعيد، كل التحيه ليك وكل التحيه طبعا لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. انا عايز في البدايه طبعا يا محمد يعني اوجه كل الشكر والتقدير طبعا في البدايه لمجلس ابو ظبي الرياضي وايضا كمان لقناه ابو ظبي الرياضيه والاستاذ يعقوب السعدي رئيس القناه على المجهود الكبير والحاله الرائعه جدا اللي احنا شايفينها. في تعاون كبير جدا مع النادي الاهلي بيوفروا لنا، مش جديد طبعا على قناه ابو ظبي الرياضيه وايضا كمان بالتحديد الاستاذ يعقوب السعدي، حبه الكبير لمصر وايضا امور كلها الحمد لله هنا ماشيه بشكل رائع ومميز جدا. زميلي محمد انا عايز احطك كده في الاجواء سريعا يعني كالعاده، اطمنا على الفريق وعلى البعثه وطريق السفر النهارده كمان الكواليس اللي رصدتها في مطار القاهره الى ان وصلت البعثه الى مقر الاقامه اللي كان موجود في الفريق ايضا كمان منذ حوالي سنتين ثلاثه. الفندق مش غريب على اداره النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي. بالتاكيد طبعا يا محمد هنكون متواصلين معاكم لحظه بلحظه على شاشه قناه النادي الاهلي كل الكواليس والاخبار كالعاده. يمكن النهارده طبعا مع تحديد الرحله اللي كانت 2:15 ظهرا بتوقيت القاهره، الرحله طبعا يمكن ساعتين و40 دقيقه مباشره وصلنا الى مطار ابو ظبي. طبعا كالعاده كل الامور بالنسبه للتسهيلات الدخول الخروج التاشيرات الاختام كل الامور دي الحمد لله كانت رائعه جدا، استقبال كان اكثر من رائع زميلي محمد لجمهور النادي الاهلي. عايز اكد على هذه النقطه لان جمهور النادي الاهلي كان متواجد بكثافه خارج المطار، مجرد وصول فريق النادي الاهلي ووصوله الى الحافله كان تشجيع كبير وتحفيز كبير والمطالبه طبعا والتشجيع الاوحد السوبر يا اهلي. يعني مش عايز اقول لك فرحه كانت لعيبه النادي الاهلي وزودتهم حماس واصرار بجانب الاصرار والحماس الكبير اللي هو اصلا النادي الاهلي جاي بيه من مصر، لان بطوله مهمه جدا يعني 11 سوبر بنتمنى يكون ان شاء الله السوبر ده رقم 12 بالنسبه للنادي الاهلي. مجلس الاداره يمكن اغلب مجلس الاداره زميلي محمد متواجد لدعم النادي الاهلي ومساندته في هذه المباراه دي في البدايه، يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر ريني فايلر عامل يعني حظر تام وفرض تام جدا لكل لعيبه النادي، مفيش اي تصريحات مفيش اي خروج عن اي كلام لاي حد، حتى يمكن قناه ابو ظبي كانت متواجده بحاول ان هي تسجل مع لعيبه النادي الاهلي، لكن قرار اكيد مميز جدا ورائع من كابتن سيد عبد الحفيظ ان يكون في غلق تام بالنسبه للتصريحات واللقاءات ايضا التلفزيونيه لفرض مزيد من التركيز. الحاله محمد يعني ان شاء الله باذن الله نتمنى يعني لغايه يوم المباراه يوم 20 تستمر بهذا الشكل المميز جدا والتركيز الرائع لفريق النادي الاهلي. عايز اكد لك على نقطتين مهمين زميلي محمد بالنسبه طبعا لفريق النادي الاهلي، النهارده كان في تدريب بسيط جدا في الجيم، انت عارف طبعا وصلنا في ساعتين فرق بين القاهره وفرق ايضا كمان بين يمكن اقدر اقول ابو ظبي. النادي الاهلي هيتدرب غدا على استاد سلطان بن زايد ان شاء الله اللي هيكون في تمام الساعه 6 بتوقيت الامارات الرابعه عصرا بتوقيت القاهره، وبعد غد ان شاء الله يكون التدريب الرئيسي لفريق النادي الاهلي على استاد محمد بن زايد. بطمنك زميلي محمد كل الامور الحمد لله حتى هذه اللحظه ماشيه بشكل مطمئن ورائع جدا، بنتمنى ان شاء الله توفيق للنادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي كل حافز كبير للمدرج يكون مليء على اخره ان شاء الله 37000. احنا عارفين طبعا التذاكر نفذت لكن ان شاء الله باذن الله تكون كل الامور في مصلحتنا. معاك زميلي محمد اتفضل. طيب النادي الاهلي ونادي الزمالك كل واحد هيبقى ليه تدريب مره واحده على استاد محمد بن زايد، الاهلي بطل الدوري، هل هيبقى في اجتماع فني اجتماع تقليدي قبل المباراه ب 24 ساعه عشان نحدد ده ولا الامور ازاي خلال الساعات اللي جايه؟
يمكن طبعا كل الامور دي زميلي محمد غدا هتكون واضحه بشكل يعني باين جدا بالنسبه طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ. كل الامور التنسيقيه انت عارف الوصول النهارده كان ليلا، كل الامور دي هتكون صباحا، يعني اكيد صباحا هيكون معاكم كل المعلومات الخاصه بالاجتماع، مين هيكون متدرب الاول، مين اللي هيكون متدرب بعد نادي الاهلي او نادي الزمالك في البدايه. لكن كل الامور يا محمد انا بطمنك عشان نطمن كل جمهور النادي الاهلي ماشيه بشكل مطمئن ورائع جدا، مزيد من السيطره والتركيز ان شاء الله خلال الايام القادمه. تدريب الغد يكون رائع، ما يبقاش فيه اي اصابات، ما يبقاش فيه اي التحامات، عايزين نحافظ على اللعيبه واللعيبه تحافظ على بعضها، لان اي فقدان لاي لعيبه يكون امر يعني مش هيبقى جيد بالنسبه للنادي الاهلي. اخر حاجه، حاله اللاعبين وانت في المطار على الطياره، الطريق لغايه الوصول لابو ظبي، الجهاز الفني هم موجودين في الطياره، ما رصدتوا الكواليس، الاجتماعات، المشهد كان عامل ازاي؟ الحالة التركيز محمد كالعادة، يعني اللي أنا أقدر أقولك عليه حالة تركيز كبيرة جدا لعيبة النادي الأهلي، كل طبعا متواجد على الطائرة، في هدف واحد وهو الهدف الفوز ببطولة السوبر، يعني نقدر نقول كمان هي بطولة هتضاف لدولاب بطولات النادي الأهلي، لكن الحالة المعنوية والحالة المرتفعة جدا لفريق النادي الأهلي في بطولة الدوري العام وأداءه الرائع في المباريات الأخيرة وتحديدا المباراة الأخيرة، ده مزود بشكل كبير جدا الدوافع للنادي الأهلي. إن شاء الله محمد بإذن الله كل الأمور كلها تصب في مصلحة فريق النادي الأهلي، يوم 20 إن شاء الله يكون يوم حافل ورائع، ونقدر ان شاء الله باذن الله نرفع كاس السوبر ونعود من الامارات الى جمهوريه مصر العربيه رافعين كاس السوبر رقم 12 في تاريخ بطولات النادي الاهلي. زميلي العزيز كريم احمد، بقول لك حمد لله على السلامه، وبشكرك على هذه التغطيه الحيه من مقر اقامه النادي الاهلي في ابو ظبي واستعدادا لمباراه السوبر امام نادي الزمالك. شكرا جزيلا ليك وكل التوفيق ليك يا رب وللبعثه الاعلاميه المصاحبه للفريق خلال هذه الفتره. كابتن جمال، نقطتين اخذهم من كلام كريم، التركيز، الحظر الاعلامي، وكمان البرنامج او البروجرام المتعلق بالتدريبات محدد، والتدريبات بكره هتكون الساعه 4 بتوقيت القاهره. تمام. هو النادي الاهلي طبعا قبل ما يسافر الامارات هو طبعا برنامج محطوط من اول ما يخرج من القاهره لحد ما يروح الامارات، كل حاجه مترتبه وكل حاجه معروفه بنظام وبتنقيع وكل حاجه، يعني النادي الاهلي راح يلعب بطوله كاس يعني نهائي، كل حاجه اكيد من اول ما خرج من القاهره وكل حاجه مترتبه، يعني أكيد. مش 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 هيبقى جديد او هو هيبقى او انا بعمل مثلا حاجه لسه اول مره العب بطوله على بطوله فرايح لسه اعمل لها حاجات، لا النادي الاهلي الحاجات دي قبلها بفتره طويله بتبقى مركزين فيها وطالعين على كل حاجه، كل واحد عارف هو بيعمل ايه وطالع ليه. طيب وانا بختم معاك، ايه الرساله اللي تحب توجهها للجماهير في التوقيت ده، او الجماهير ايه رسالتها للعيبه او الرسائل الايجابيه اللي ممكن تكون في اللحظات دي؟ يعني ماتش خارج مصر، عايزين يبقى فيه حاجه كويسه، صوره ممتازه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك، مين يكسب الكسبان يبقى بنقول له مبروك، الخسران هلاك، ودي كوره، بس احنا عايزين نخرج من المباراه بشكل كويس جماهيريا ولاعبيا، كل ما تتخيله يخص المباراه عايزين نطلع بيها مباراه سليمه محترمه. مين كسب بقى اللي ربنا كاتب له اللي هو يكسب يبقى مبروك، والهزيمه خلاص بقى يبقى دي كوره يعني هارد لك. اكيد اكيد. كابتن جمال مساعد انا بشكرك، نورتني وشرفتني، وقدر الامكان حاولنا نتكلم في التفاصيل الخاصه بمباريات القمه اللي انت اشتركت فيها فتره التسعينات. حبيبي يا محمد ربنا يخليك، منور دايما بالتوفيق لك على طول. حبيبي يا محمد الله يخليك. حلقه كانت مهمه جدا، لان النهارده وضعنا ايدينا على بعض التفاصيل الخاصه بمباراه القمه، وكان مهم جدا بالنسبه لكل الجماهير في الكره المصريه ان يكون معانا في بدايه الحلقه الاستاذ سهيل العريفي مدير اداره الفعاليات بمجلس ابو ظبي الرياضي ورئيس اللجنه المنظمه لمباراه السوبر، عشان كان في كلام مهم جدا لازم يتقال، وفي ارقام مهمه جدا كان لازم تعلن على الملأ لجماهير الكره المصريه، وكمان في تفاصيل مهمه متعلقه بحضور الجماهير في هذه المباريات وازاي الفعاليات هتكون حاضره يوم مباراه القمه بين الاهلي والزمالك. المعلومه والرقم دايما بنحرص على ان احنا نشتغل على هذه الجزئيات عشان في النهايه نقدم رساله ايجابيه ومحترمه لكل جماهير النادي الاهلي. المشهد العام جماهير النادي الاهلي وجودها في ابو ظبي، وجودها في اي مكان اينما وجد النادي الاهلي، مشهد محترم، كرنفال، مهرجان، بنشجع النادي الاهلي حتى اخر دقيقه. كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في مباراه القمه يوم الخميس، وثقه كبيره جدا الرد في الملعب، وثقه 90 دقيقه ان شاء الله الاهلي هيقدم مباراه كبيره جدا. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي بكم في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله ومتابعه خاصه لمباراه القمه بين الاهلي والزمالك. شكرا والى اللقاء.